حضراتكو زي ما كان في حلم أيام الزعيم جمال عبد الناصر بوجود النووي في مصر، كان في دولة أخرى في نفس اليوم تقريبا أو في نفس الشهر أو في نفس الأسبوع كان دخول النووي في الهند. حضراتكو شوفوا الهند وصلت لإيه، أنا بتكلم على النووي السلمي ويعني الكهرباء و شوفوا الهند وصلت ايه في الاتجاه النووي، ومصر لسه هتخطو بإذن الله تعالى الخطوات الأولى في المحطة النووية في الضبعة. حوالين زيارة السيد الرئيس الفتاح السيسي لروسيا، والفقرة اللي فاتت كنت بتكلم سياسيا أكثر، المرة دي هتكلم اقتصاديا مع ضيفي اللي مشرفني فيها الاستوديو الدكتور كريم العمدة الأستاذ الاقتصاد الدولي. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا بحضرتك دكتور كريم. أكيد في عدة نقاط هنستعرضها النهاردة في خلال هذه الفقرة سريعا لكل المشاريع المهمة لمصر المشتركة ما بين مصر وما بين روسيا. خلينا نبتدي بالمحطة النووية في الضبعة وأهميتها لروسيا وأهميتها لمصر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا يعني زيارة مهمة جدا قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا عشان يأكد على قوة العلاقات بين مصر وبين روسيا. روسيا هي علاقتها جيدة جدا بمصر، هي حليف سياسي وحليف استراتيجي لمصر في المنطقة. لما نيجي نتكلم عن روسيا احب بس الاول علشان انا بتكلم في الاقتصاد ارصد بالارقام ما وضع روسيا في الوضع الاقتصادي العالمي. روسيا هي الاقتصاد رقم 11 عالميا، حجم الاقتصاد بتاعها تريليون و600 مليار تقريبا. روسيا بتصدر ب 400 مليار وبتستورد ب 260 مليار، اذا فهي لديها فائض ما يقرب من 160 مليار تقريبا بتوجهه للاحتياط النقدي بتاعها. روسيا خامس او سادس دوله في العالم من حيث كبرى الاحتياط النقدي بعد الصين والولايات المتحده واليابان والمملكه العربيه السعوديه وسويسرا. اذا فنحن نتكلم عن قوه كبيره. بدون قطع كلامك، اعتقد ان كمان روسيا سحبت الخزانات بتاعتها من امريكا في الفتره اللي فاتت. طبعا روسيا من الدول، يعني في دول كتير زي الصين وزي المملكه العربيه السعوديه وزي روسيا دائما يعني بتستثمر في سندات الخزانه الامريكيه، لكن ابتدت تقللها. ابتدت تقللها ولكن لم تسحبها. لا ما بتقلل، لا ما تسحبش، ما روح بتقلل. والصين بتقلل يعني بتبقى يعني نوع من انواع الضغوط السياسيه على على اداره ترامب. اذا فنحن احنا بنتكلم عن دوله كبيره اصلا، وهي كبيره عسكريا ومن حيث المساحه من اكبر دول العالم، وعندها موارد كتير، اكبر احتياطي غاز في العالم واكبر دوله بتصدر غاز في العالم، وهي نتيجه الغاز اللي بتوجهه للدول اوروبا، فهي تتمتع بوضع اقليمي او وضع قوي. يعني دائما تخشى الدول الاوروبيه ويخشى الاتحاد الاوروبي من روسيا ان هو يجي في يوم من الايام يمنع عنه الغاز. طيب نيجي للنقطه الخاصه بمصر ومحطه الضبع النوويه. طبعا يعني عايز اقول ان الحلم النووي هو حلم كان يراودنا من سنين، يعني كان حلم بالنسبه لنا يصبح لدينا محطه نوويه. يعني ما تمثل ماذا يعني وجود محطه نوويه في مصر؟ ليس فقط هي محطه لتوليد الكهرباء، هي طبعا المحطه اللي موجوده في الطبعه هي عباره عن اربع مفاعلات، المفاعل قدرته 1200 ميجا وات، مجموعهم 4800 ميجا وات. طبعا ده يمثل إضافة كبيرة جدا لشبكة الكهرباء المصرية اللي هي أصلا فيها فائض كهرباء الضعف تقريبا. ده بيعزز قدرة مصر والشبكة القومية للكهرباء، وبيتيح لك الفرصة أنك أنت تصدر للخارج كهرباء، سواء الخط الغاز خط الكهرباء العربي أو خط كهرباء تاني أفريقي. بيديك وضع إقليمي متميز ويؤكد على مصر كأنها محور أساسي أو لاعب أساسي في المنطقة، وأن مصر مصدر إقليمي للطاقة ليس فقط غاز ولكن أيضا غاز وكهرباء. الطاقة النووية كمان، يعني أولا الطاقة النووية دي تعتبر طاقة نظيفة. وكمان الطاقة النووية من أرخص وسائل توليد الكهرباء في العالم. يعني احنا لو جينا اتكلمنا في الكهرباء ومدى رخصها أو الأوفر، هنلاقي أن رقم واحد الطاقة النووية، بعديها الطاقة المائية، وبعدين بتيجي المصادر الأخرى بقى، سواء بتولد الكهرباء من الغاز أو من المازوت أو من المحروقات أو الطاقة الشمسية. أنا عايز أقول إن الطاقة الشمسية دي مكلفة جدا، توليد الطاقة، يعني في البعض يظن إن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ده موفر. لا طبعا، أنت لما بتيجي بتشوف تكلفة الكيلو وات قد إيه، فأغلى
اغلى توليد كهرباء بيكون من الطاقه الشمسيه واوفرها على الاطلاق. ومع ذلك عندنا برضو حقول خاصه بالطاقه الشمسيه في بالضبط مصر. عندنا نسبه طبعا بنزيد علشان المحافظه على البيئه، ولكن هي تعتبر الطاقه النوويه هي مصدر نظيف للطاقه وكل دول العالم بتتجه ليه. يعني ده غير طاقه الرياح. غير طاقه الرياح والشمسي، طاقه متجدده ونظيفه. اتفضل. توليد الكهرباء من الشمس، من الطاقه الشمسيه او من الرياح، هي طاقه متجدده اتفضل. ونظيفه، وايضا الطاقه النوويه هي طاقه نظيفه. دايما بسمع بعض يعني التعليقات او بسمع بعض حاجات تقول لك احنا مصر بتعمل طاقه نوويه في الوقت اللي العالم كله بيقفل المفاعلات النوويه. هذا كلام غير صحيح بالمره. عدد المفاعلات النوويه تقترب من 500 مفاعل نووي، في زياده مستمره. اكثر الدول اللي عندها مفاعلات نوويه هي الدول المتقدمه، الولايات المتحده مقترب من 110 مفاعل. لو جينا ضربنا المثل، دايما بيضربوا المثل بالدول الاوروبيه ان المانيا بتقلل المفاعلات. المانيا فقط، وممكن بلجيكا بتقلل المفاعلات النوويه اللي موجوده على ارضها، ولكن فرنسا عندها 60 مفاعل، اسبانيا 8 مفاعلات، بلجيكا 7 مفاعلات، السويد 10. السويد مثلا 50% من الطاقه المولده لديها من الطاقه الكهربائيه. فرنسا 80% او 75% من الطاقه المولده لديها بالطاقه النوويه. ولديهم اصلا، يعني اذا كانت المانيا بتقول انا همنع ولد كهرباء من الطاقه النوويه، لكن في بتستخدم كهرباء في اطار شبكه الربط الكهربائي الاوروبي، اذا كانت هي ما بتستخدمهاش في ارضها، لكن بيجي لها كهرباء مولده بالطاقه النوويه من فرنسا ومن اسبانيا ومن السويد ومن بلجيكا. اذا فالكلام بيقول ان العالم بيقلل الاستخدام النووي، لا طبعا، ده محطات الطاقه النوويه في زياده مستمره. روسيا عندها مقرب مقترب من ال 40 محطه، الصين 35 محطه، اليابان 55 محطه، يعني كل دول العالم بتتجه للطاقه النوويه. يعني برضو وجود طاقه نوويه في مصر ماذا يعني؟ اولا احنا بنتكلم في الطاقه النوويه للاستخدام السلمي. انك توطن عندك تلك الصناعة وتلك التكنولوجيا، ده في ذات نفسه يعتبر إضافة كبيرة جدا، تستخدم في مجال التوليد الكهرباء، تستخدم في مجال تحلية مياه الشرب، بتستخدم في الصناعة، في الهندسة، في الطب. تكنولوجيا موجودة وليها أثر، يعني وليها أثر وليها تأثير مهم جدا على الاقتصاد والصناعة المصرية، ومصر كانت محتاجاها، ولكن كانت بتواجهها مشكلة نجيب الطاقة. مين يديك نووي؟ مين يديك التكنولوجيا النووية؟ احنا لو جينا شفنا مثلا، تصورنا يعني، قلنا ندي مثل، يعني زمان في دول كتير كلها ساعه ان هي تبقى عندها نووي، ولكن الدول اللي بيبقى لديها نووي بتبقى قليله. ليه؟ لان يعني مش متاح تلك التكنولوجيا ان دول تديها لك. يعني مصر يمكن لو كانت عايزه تاخد طاقه نوويه من الدول الاوروبيه، ممكن الدول الاوروبيه ما ترضاش تديك. يعني عدد معين محدود من الدول. يمكن روسيا هي اولهم عرضت وسهلت ان هي تعمل محطه طاقه نوويه. دكتور كريم، بالاضافه الى ان روسيا ان شاء الله هتساعدنا في هذه الطاقة الهامة جدا، الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، احنا كمان بنعمل الهوم وورك بتاعنا. اكيد حضرتك عارف ان احنا بقى عندنا مدرسة خاصة جدا بتعليم ابنائنا هذا المجال، مجال النووي وهذه التكنولوجيا بالذات، وهو اعتقد ان هو قريب جدا من موقع الضبعة. وحتى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان احنا هذه المدرسه لازم تكون شبه داخلي وشبه قريبه من الكليات العسكريه، يبقى فيها انضباط تام، واختيار التلاميذ الموجودين اللي ان شاء الله هيبتدوا يشتغلوا في هذه المحطه النوويه باذن الله تعالى قريبا، في خلال سنوات قليله يعني. فاحنا كمان بندرب ناس من عندنا من النشء الصغير على ان هم ان شاء الله يتحملوا هذه المسؤوليه، ويبقى نشاتهم والتعليم بتاعهم باسلوب فيه دقه في كل حاجه. هستاذنك ننتقل ل بعض المشاريع الاخرى المشتركه ما بين مصر والصين، انا اسف، مصر وروسيا، واتكلم عن المنطقه الصناعيه الروسيه اللي في شرق بورسعيد، اللي هيشتغل فيها او هتوفر حوالي على مدار 3 مراحل 35,000 فرصه عمل للمصريين، و 90% من العاملين في هذه المنطقه الصناعيه هيكونوا مصريين العاملين في هذه المنطقه. واهميه بقى المنطقه الصناعيه دي بعد اذن سيادتك لروسيا، وقد ايه ان احنا يبقى فيه زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النقله النوعيه ما بين الشراكه ما بين الدولتين في التبادل التجاري لمنطقه جديده، وهي الشراكه في التصنيع للتصدير. طبعا يعني
اعلنت يعني انا وفقا لبيانات وزاره الصناعه الروسيه، اعلنت من سنه تقريبا عن مدينه الشمس، هي مدينه الصناعيه الروسيه في مصر، يمكن اول مدينه صناعيه روسيه خارج الاراضي الروسيه. روسيا تنظر الى مصر انها دوله كبيره ولعب اقليمي في المنطقه. يعني دايما انا بسال اقول يعني احنا عايزين ايه من روسيا وروسيا عايزه ايه مننا. يمكن اقول ان روسيا يمكن محتاجانا اكتر ما احنا محتاجين روسيا. روسيا عايزه تثبت رجليها في المنطقه، عايزه نافذه ليها ولاسواقها، نافذه ليها لسوق مصر، وعايزه نافذه برضو لباقي الدول الافريقيه، عايزه تدعم اقتصادها بشكل كبير. المدينه الصناعيه الروسيه في قناه السويس، دائما مرارا وتكرارا اتكلمنا عن منطقه قناه السويس، وهي منطقه اقتصاديه عالميه بتجذب دول العالم اصبحت تتنافس علشان تيجي وتستثمر في قناه إن السويس. شاء الله. يمكن كانت المدينه الصناعيه الروسيه والمدينه الصناعيه الصينيه وفي مدينه صناعيه اماراتيه سعوديه، يعني في عروض كتير ان هي تعمل مدن صناعيه، ده بالاضافه الى مصانع منفرده في دول كتير يعني بتسعى ان هي تعمل مناطق لوجستيه، مواني وعدد كبير من المشاريع. نيجي للمنطقه الصناعيه الروسيه، هي اكثر من منطقه صناعيه، هي مدينه، هي مدينة كاملة السكن. يعني هي يمكن المصانع والنشاط التجاري والصناعي فيها هيكون على نصف مساحتها تقريبا، هي على 3 مراحل هتنتهي بعد 13 سنة ب$7 مليار تقريبا، والجزء الأكبر فيها هيكون لخدمات ومساكن ومستشفيات. هتكون مدينة إن مش محتاج إن اللي شغال فيها يخرج ويرجع ويشتكي من بعد المسافة، لا أنت هتسكن فيها إقامة كاملة توفر لك كل الحياة وكل مرافق الحياة اللي تتوفر فيها. روسيا دولة متقدمة صناعيا وعندها قاعدة صناعية كبيرة وعايزة تتجه للتصدير. مصر كدولة إقليمية وفعال في المنطقة تتمتع بعدد كبير من الاتفاقيات التجارية مع دول ومناطق كتير في العالم. طبعا يعني انا هذكر يعني منها مثلا احنا على اتفاقيه تجاره حره مع دول امريكا الجنوبيه، تجمع الميركوسور، وفي اتفاقيه برضو تجاره حره مع المنطقه العربيه، واتفاقيه تجاره مع الاتحاد الاوروبي، واتفاقيه تجاره مع الدول الافريقيه. يمكن هي روسيا مركزه على السوق الافريقي. السوق الافريقي سوق كبير وواعد وبيستهلك وبياخد عدد كبير من المنتجات، حتى ان هو كمان بيقبل المنتجات متوسطة الجودة ومتوسطة السعر. اذا فروسيا مركزة مع افريقيا ومركزة مع مصر اذا كانت هتعمل منطقة صناعية في مصر علشان تستفيد من السوق الكبير. مصر 100 مليون والباقي تصدره للدول الافريقية، وممكن كمان ترجع تاخد السلع دي تستوردها هي بذات نفسها انها تستفيد من الميزة اللي بتتمتع بيها مصر. يمكن مصر بتتمتع ان العمالة فيها باسعارها منخفضة، يمكن بتتمتع بميزة المواد الخام، لان هي هتوطن في تلك المدينة الصناعية صناعات ادوية وصناعات سيارات، هي عايزة تصنع سيارات، يمكن هتعمل مصنع لعربيات السكك الحديدية، ودي حاجة مهمة جدا لان التحالف اللي وقعت معاه وزارة النقل في بداية 2018 ان هو هيورد لهيئة السكة الحديد المصرية 1300 عربية، هو تحالف روسي مجري، والمبلغ هو 1.3 مليار يورو. مليار يورو يورو فعلا 22 مليار جنيه مصري، اكبر صفقة في تاريخ السكة الحديدية. 1300 عربية فيهم 800 عربية مكيفة، فيهم 500 عربية درجة ثالثة مكيفة. هذا الاسطول من المحطات من عربيات السكك الحديدية كفيل ان هو هيخلي كل العربيات والقطورة اللي موجودة في الوضع الحالي المتهالكة اللي بقى لها اكتر من 40 سنة، اللي بتعمل حوادث، اللي بتخرج من على القضبان و هيتم بقى ان هي هيحولوها سواء لاطار الضواحي او هتطلع بره الخدمه نهائيا، والاسطول الجديد هو اللي هيحل محل الاسطول القديم، وتبتدي يعني يبتدي المواطن يشعر بمردود الاصلاحات او بمردود تلك المشاريع اللي دايما احنا بنتكلم عليها. يمكن كمان احنا لو بصينا لعقد السكك ال 1300 وحده 1300 عربيه وفي عقد المحطه النوويه، هنلاقي ان في حاجه يعني ايه ان هو تلزم روسيا او تلزم الشركات الروسيه اللي هتقوم بكده ان هي توفر خدمات وتوفر صيانه وتوفر قطع غيار على مدار 15 سنه وتدريب للعمال والفنيين. الكلام ده حضرتك زي ما اتكلمنا وقلنا في المحطه النوويه المدرسه الداخليه اللي هتكون فيها، ده ملزم يدرب ويعلم فيها المصريين الموجودين فيها خبراء روس، وايضا برضو هيكون محطه
مصنع، هيكون يتواجد مصنع لصناعه عربيات السكك الحديديه جوه مصر علشان يعمل الجزء المكون المحلي، لان العقد برضو يشترط ان يكون في مكون محلي 50% تقريبا، تمام. يزيد يقبل 80% مع مرور الوقت علشان توطن عندك تلك الصناعه، لانك انت محتاج خطوط سكك حديديه جديده. احنا مش الخط القديم ماشي بيخدم من الاسكندريه لاسوان، لكن في العاصمه الاداريه العالمين، في الغردقه، العين السخنه، يعني في خطوط جديده هتبتدي تتعمل. فتطبيقا لما قلت يعني لا تعطيني السمكه ولكن علمني كيف اصطادها، اذا يكون في توطين للتكنولوجيا، بناء مصنع وفقا للعقد اللي عملته وزاره النقل مع الشركه الروسيه اللي هتديك ال 1300 عربيه سكه حديد، هتوطن عندك، هتعمل عندك مصنع بالتعاون مع وزاره الانتاج الحربي تقريبا تكلفته 100 مليون دولار، المصنع ده هيوطن عندك صناعه عربيات السكك الحديديه، هيبقى تاني مصنع لصناعه عربيات السكك الحديديه في افريقيا بعد مصنع جنوب افريقيا، هيتستخدم روسيا او الشركات الروسيه هتستخدم المصنع ده وانتاجه علشان تصدر للدول الافريقيه، لان في طلب على خطوط السكك الحديديه في المنطقه. ده بالاضافه الى كمان في معلومه مهمه جدا، ان هو المنطقه الصناعيه الروسيه دي هتكون اول منطقه صناعيه بتعملها روسيا خارج روسيا، يعني دي اول مره يبقى عامل منطقه صناعيه ان شاء الله في شرق بورسعيد خارج روسيا. ده معناه كثير، معناه ثقة في مصر، معناها ثقة في التبادل التجاري إن شاء الله في المستقبل مع مصر، معناه أنه مصر إن شاء الله هتكون بترأس الاتحاد الأفريقي في 2019، فممكن تساهم في يبقى في تبادل تجاري للمنتجات اللي هتصنع في هذه المنطقة الصناعية، واستيراد الأفارقة من هذه المنتجات لفتح سوق آخر لروسيا. بالظبط، بالفعل زي ما قلت حضرتك، هي اول مدينه صناعيه روسيه خارج الاراضي الروسيه، اذا فروسيا مركزه جدا انها تنجحها، مركزه جدا انها توطن فيها صناعات، مركزه تبقى مصدر دخل لروسيا ايضا، مركزه في المنطقه، روسيا عايزه يعني ليها برضو مصالح عايزه تحافظ عليها في المنطقه، وعلاقتها بمصر هي اللي بتامن ليها هذا المصالح، انها تكون على علاقه اقتصاديه وتجاريه وسياسيه جيده مع مصر. عشان كده يمكن احنا شفنا وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي اتفاقيه الشراكه الاستراتيجيه شاملة. نعم. يعني شراكة استراتيجية شاملة، يعني في كل المجالات، سياسي واقتصادي وتجاري، يكون تعاون في زراعي وصناعي في كل المجالات، يكون وكمان في المجال العسكري والمجال الأمني، انك انت ممكن تستفيد منهم بمعلومات استخباراتية، انت بتحارب الإرهاب، ممكن روسيا تديك طائرات بدون طيار او تكنولوجيا، او يديك خرائط للمواقع الإرهابيين، او تساعدك في القضاء على الإرهاب. بالظبط، القضاء على الإرهاب بمعلومات دقيقة جدا ومعلومات استخباراتية يمكن انت صعب تتوصل اليها، لان هي دولة برضو ليها جهاز استخبارات قوي. طيب لو انتقلنا للملف اللي هو لم ينتهي بعد، ولكن تناقشوا فيه هذه المرة، وسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في المجلس الفيدرالي الروسي قال ان هو عنده امل كبير جدا، بما معناه يعني انه ان شاء الله باذن الله تعالى قريبا جدا السياحة الروسية ترجع للغردقة وشرم الشيخ. والرئيس بوتين برضو في كلمته النهاردة كان بيتكلم انه احنا رجعنا خلاص الرحلات ما بين موسكو والقاهرة، وقريبا بإذن الله تعالى هيبقى فيه الرحلات الخاصة بالسياح الروس لشرم الشيخ والغردقة. من وجهة نظر حضرتك الى الان لماذا ما اتخذتش هذه الخطوة؟ هل ممكن تكون في مثلا إجراءات أكثر أمنا، ممكن إن شاء الله بالتعاون الروسي المصري في أخذ هذه الإجراءات أكثر أمانا في المطارات المصرية في شرم الشيخ وفي الغردقة؟ هل هو في حاجة خاصة سياسيا مثلا، منتظرين حاجة سياسيا؟ هل يعني من وجهة نظر الاقتصاد بيفكر في هذه الموضوع، في هذا الموضوع إزاي؟ وخصوصا بعد إذنك سيادتك، أنا آسف، انه رجوع السياحه المصري ده دخل سريع جدا جميل جدا للمصريين، لمصر يعني، في دخول العمله بسرعه، وخصوصا ان الروس بيحبوا مصر جدا، بيحبوا شرم الشيخ جدا، بيحبوا الغردقه جدا، وحوالي يمكن تقريبا الاحصائيات بتقول انه يمكن 3 مليون سائح ممكن يوصلوا في هذه الفتره اللي جايه ان شاء الله. طبعا عوده السياحه الروسيه موضوع مهم جدا، ويمكن يعني هم
هم بيبحثوا ان هم تقريبا هيمضوا بروتوكول عوده السياحه الروسيه. السياحه الروسيه في مصر مصدر طبعا مهم جدا، يمكن قبل حادثه الطياره كانت 7.5 مليار دولار انخفض العائد من السياحه اللي بتيجي لمصر بعد حادثه الطياره ل 2 مليار ونص تقريبا. اصل هم برضو عندهم حق، هم عندهم تخوفات، مروا بحاجه صعبه يعني طياره تقع. كمان برضو ان روسيا بتعتبر ان السائح بتاعها مستهدف بره الخارج، لان هي اولا دوله على راس الحرب في مواجهه الارهاب. نعم. يمكن من الدول القليله جدا هي بتواجه الارهاب بشكل مباشر، لكن في دول كتير بتدعم الارهاب ودول كبرى. اذا الموضوع ممكن يكون ملوش علاقه بالاجراءات الكثيره اللي قدمتها مصر في امن المطارات شرم الشيخ والغردقه، ممكن يكون في تخوفات من اتجاهات اخرى او سياسيه اخرى غير مصر. يمكن انا ارى ان هو تصور انه له علاقه بالظرف الاقليمي بروسيا وبليبيا سوريا وسوريا سوريا وليبيا، عندها تخوف اكتر من النقطه دي، لان هي الجيش الروسي موجود وبيحارب بشكل مباشر داعش وانصار والجيش الحر وده كله، ده روسيا بتحاربه بشكل مباشر، فهي بتجيلها اكيد تحذيرات ان هم هيبقى المواطنين الروس مستهدفين، فهي نتيجة الظرف الإقليمي. ولكن يعني أرى إن هي مصر عملت الالتزامات الأمنية، شرم الشيخ أمينة جدا والغردقة أمينة جدا. كمان إحنا لو نظرنا لعدد الشركات الروسية اللي في مصر اللي بتعمل تقريبا 430 شركة، أكثر من نصهم في مجال السياحة. نعم. يعني أكثر الشركات الروسية كمان في مجال السياحة، الاستثمارات الروسية في مجال السياحة جزء كبير جدا منها، لكن الجزء الأكبر من الاستثمارات الروسية في مصر في مجال البترول، في مجال البترول والغاز الطبيعي. احنا لو جينا نظرنا لاستثمارات روسيا في مصر، يمكن كانت في نهاية 2017 كانت 4.5 مليار دولار، وفي 2018 استحوذت شركة غاز روسيا على 30% من حصة إيني في حقل ظهر بمليار و100 مليون. إذا احنا بنتكلم على 6 مليار إلا حاجة بسيطة، أغلب 65% من الاستثمارات الروسية في مجال البترول والغاز، وباقي القطاعات العادية يعني الأنشطة الاقتصادية العادية 50% منها في مجال السياحة، وتقريبا 18% في الإنشاءات و6% في مجال تكنولوجيا المعلومات وهكذا. طيب دكتور كريم، أنت انتقلت من النقطة الرابعة اللي أنا كان نفسي أنتقل ليها، بس أنت انتقلت من السياحة للموضوع البترول والغاز. سؤال صريح وواضح، تنوع اختيار مصر للتنوع الشركات العالمية والجنسيات المختلفة في البحث عن الغاز أو التنقيب عن البترول أو التنقيب عن الغاز أكيد ليه هدف. يعني ما يبقاش إيطاليا بس، لا إيطاليا، شركات أمريكية، لا شركات كمان روسية، لا طب شركات، يعني التنوع ده أكيد ليه هدف. طبعا إحنا منطقة البحر المتوسط من أكتر مناطق العالم فيها احتياطات من الغاز الطبيعي، وحقل ظهر فتح شهية الشركات كلها نتيجة وتستثمر، ده بيفتح المجال طبعا، بيزود لك الاستثمارات في مجال البترول. يمكن لما تم اكتشاف حقل ظهر واحتياطاته الكبيرة، وقلنا مصر هتبقى مركز إقليمي للطاقة والغاز الطبيعي، وهناخد الغاز الإسرائيلي والقبرصي واليوناني واللبناني، لما لبنان تطلع وتيجي في مصر، هل في تساؤل قال لك انت كده هتهدد روسيا؟ لا طبعا انت مش هتهدد روسيا، ده روسيا جت بذات نفسها وخدت حصة في حقل ظهر، اذا فهي ليها مصالح معك. نعم. انت مش هتهددها، لا انت مكاسب مشتركه. كمان ان الغاز الطبيعي بيبقى عليه الطلب على الغاز الطبيعي فيه تزايد مستمر، الاتحاد الاوروبي بيزيد استهلاك الغاز الطبيعي، ودول اسيا ايضا اكبر مستخدم للغاز الطبيعي في العالم، وخصوصا في الشتاء بتستخدم في اسيا طول السنه عشان الصناعه، وفي الشتاء في الاتحاد الاوروبي عشان التدفئه، وحاجه مهمه جدا بالنسبه لهم، يعني مساله حياه او موت. مصالحك مش هتضر انت روسيا، لا ده هتبقى مصالح مشتركه، هم محتاجين غاز اكتر، فانت هتسد الفجوه في زياده الطلب على الغاز. طبعا التنوع مطلوب في عدد الشركات اللي بتشتغل، لان كل شركه بتبقى ليها تكنولوجيا خاصه بيها، ليها نظام فني خاص بيها، تقدر تكتشف وتقوم بحاجات ما تقدرش الشركة التانية تلجأ إليها. ولكن يعني التنوع في الشركات مش مهم قوي قد ما مهم إنك أنت تتنوع في مصادر الطاقة، تنوع تلبية احتياجات السوق المحلي، إنك أنت تصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي. يعني إحنا لما نيجي نتكلم عن مصر إن هي وصلت لمرحلة الاكتفاء الذاتي للغاز الطبيعي، نعم. اكتفاء الذاتي ذات نفسه ده أمن قومي، إنك أنت يبقى عندك بتكتفي بغازك، مش هتستورد غير آثاره الاقتصادية، فهو ده ذات نفسه أمن قومي. إنك أنت تبتدي تاخد الغاز الطبيعي من دول الجوار وتسيله عندك وتصدره، ده بيديك وضع اقليمي خاص بيك. مفيش دوله في المنطقه متفرده بهذا الوضع الا مصر.
بالإضافة إلى بعض المحللين السياسيين وبعض المحللين الاقتصاديين كمان بيقولوا إنك أنت تتنوع في العلاقات والشراكة ما بينك وما بين الدول، ده بيخلي في حد ذاته يبقى في تعاون وحفظ لأمن البلدين بشكل أو بآخر. طبعا، وده طبعا بالفعل يعني أؤيد هذا يعني المصالح الكلام. المشتركة بتخلي يبقى في مصالح أخرى مشتركة أمنيا. بالظبط، كمان ده بيزود المجال يعني الجانب الأمني والعسكري، في أسلحة أسلحة روسية جاية مصر، يمكن من حق مصر بعد ما تعمل المحطة النووية إن هي تطالب بالس 400 تحمي المحطة النووية. ما اظنش ان روسيا هتبخل عليك وتديها لك. منظومه اس 400 دي مش موجوده فيها في العالم، خاصه انك انت يعني ما عندكش منظومه دفاعيه. اسرائيل عندها منظومه دفاعيه، يعني دايما الغرب الولايات المتحده بتدي اسرائيل، بتخلي اسرائيل سابقك بخطوه، واحنا بنبقى سابقين اسرائيل بالامكانيات البشريه والمهاريه والعزيمه وحبنا لبلدنا، لكن اسلحه يمكن انت هتديك دي لو قدرنا ناخد اس 400 من روسيا نحمي المحطه النوويه، لان المحطه النوويه محتاجه تكون محميه طبعا، حاجه طبعا مهمه جدا، او نحمي السد العالي او نحمي المنطقه الصناعيه الروسيه مثلا. يعني انت دي تديك ذريعه انك انت تطلبها بقلب جامد، وما اظنش ان يعني روسيا هتبخل عليك واكيد هتديها لك. احنا بيننا برضو وبين روسيا اتفاقيه، كان في مناورات بظروفها يعني يمكن اليومين دول حماة الصداقة 3، دي ثالث مرة، يمكن كانت الأولى في 2016 كانت في مصر والثانية كانت في روسيا، يمكن اللي هي المناورات التكتيكية للقوات المظلات وروسيا. يقال بعض المحللين السياسيين والعسكريين يعني بيقولوا ان دي ده اول مرة يعملوا هذه المناورات بالشكل ده والمظلات في خارج روسيا. خارج روسيا بالفعل، ان هم الجنود الروس جو مصر واتدربوا عليها، حتى يمكن حماة الوطن حماة الصداقة 2 كانوا بيتدربوا ازاي تواجه عمليات ارهابية، ازاي تخش تقتحم مطار استولوا عليه جماعات ارهابية. يعني في تعاون وتدريب مشترك بين الجانب المصري والروسي على مواجهة الارهاب ومواجهة العمليات الارهابية. طيب دكتور كريم، انا تقريبا ناقص لي 5 دقائق في هذه الفقره الهامه اقتصاديا لزياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزياره مصر لروسيا وهذا التعاون الجميل وتوقيع الاتفاقيات و خليني يعني انتهز في ال5 دقائق دول، تديني رساله للشعب المصري من خلال صفحه جديده، برنامج صفحه جديده وقناه نايل لايف، رساله كده بشكل عام اقتصاديا بأهمية أنك أنت تعمل علاقات كويسة جدا اقتصادية بموضوع حقل ظهر مع قبرص واليونان، أنك تروح تعمل علاقات جيدة جدا واستراتيجية مع الصين، والصين بتاعت إن شاء الله هتعمل منطقة صناعية واليومين دول اللي هما ال3 أيام اللي فاتوا دول، وقد إيه مصر بتقوم بعلاقات جيدة جدا مع الرئيس بوتين والعلاقات الخاصة المصرية الروسية وكثير من المشاريع القومية الهامة جدا لمصر. كل ده ممكن ينعكس بطريقة أو بأخرى قريبا أو عاجلا، يعني قريبا أو بعيد شوية يعني، على المواطن المصري. إزاي المواطن المصري إن كل ده إن شاء الله بإذن الله هيستفيد، وحضرتك خير من يتكلم عن الاقتصاد. طبعا احنا هنتكلم ونقول اذا انعكاس هذا على المواطن المصري، يعني احنا مش هنتكلم، احنا مش هنقول مش هجيب من البيانات المصريه، هنقول نجيب البيانات الروسيه، ان محطه الطاقه النوويه دي هتوفر فرص عمل، هتعمل عمليه نهضه شامله في المنطقه اللي هي فيها منطقه الضبعه، المنطقه الصناعيه الروسيه هتوفر 35,000 فرصه عمل وهترفع دخل المواطنين، هتعمل نشاط جديد موجود في قناه السويس. كل الامور دي في الاخر بتنعكس على المواطن. يمكن احنا لو اتكلمنا ايضا ان في موضوع الغاز، ان انا قلت لحضرتك انك انت تكتفي من الغاز ده بذات نفسه ده تحدي وامن قومي ليك، انك وتوفر 2 مليار دولار وتوفر 2 مليار سنويا. مصر اصبحت ان هي خلاص، يعني انا عايز اقول لك ان هم الدول العالم هي اللي بتسعى لنا الان، مصر اصبحت يعني ابتدت تستعيد وضعها الاقليمي كدوله كبيره في المنطقه بعد من 2011، يعني ابتدينا انشغلنا بمشاكلنا اللي كانت كتيره، لكن احنا ابتدينا وقفنا على رجلينا بشكل كبير. الرئيس المصري في امريكا يرحب بالرئيس الامريكي، الصين يدعوه يرحب بالرئيس الصيني ويشيد بيه صداقه شخصيه مع الرئيس الروسي، ان هما الاثنين كانوا ضباط مخابرات. يعني احنا نتحدث عن وضع اقليمي جديد وفريد لمصر، يمكن ما شفناش الكلام ده من سنين، انفتاح على العالم الخارجي بشكل كبير جدا.
جدا تنوع نشاطك الاقتصادي مع دول العالم، تنوع الاسلحه اللي انت بتاخدها ما بتاخدهاش من دوله واحده، بتاخدها من عدد كبير من الدول، بنخش في نشاطات لم تكن موجوده زي النشاط النووي، منطقه قناه السويس زي ما الرئيس وعد في 2015 هتبقى منطقه عالميا، مش انا اللي بقول ده، روسيا والصين والولايات المتحده والدول الاجنبيه اللي عايزه تيجي تستثمر هي اللي بتقول انها منطقه عالميه. اي تجربه اقتصاديه في العالم بتاخد وقتها، واحنا يعني انا دايما كنت وجيت مره مع حضرتك في البرنامج قلت الصين قعدت 30 سنه، اليابان قعدت 45 سنه، الاتحاد الاوروبي قعد مقرب من 40 سنه، ولكن مصر يعني ممكن يعني انا اعرف تصور ان 10 سنين كافيه للتجربه المصريه، لان احنا عندنا الاساس والموارد وعندنا الموارد البشريه والموارد الطبيعيه الكفيله ان هي تنقل مصر نقله كبيره جدا. وده يعني تصور، يعني احنا حتى لو شفنا توقعات صندوق النقد الدولي لمصر في 2020 و2022 كلها توقعات متفائله، وكالات التصنيف الائتماني، بيوت الخبره العالميه كلها توقعات متفائله، والاستثمار والاقتصاد بيقوم على التفاؤل، النظره المستقبليه المتفائله احدى اهم محددات الاستثمار، كل دي عوامل ايجابيه. احنا نشوف كنا فين في 2013، احنا كنا فين، بقينا فين في 2018. ده يخليني ارد باللي انت حضرتك قلته ده على بعض الناس اللي بتقول انه يعني الاقتصاد بتاعنا يعني مش في طريقه الصحيح. لا، بل بالعكس، هو الى طريقه الصحيح. ولما يقول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته ان احنا مصر اخذت خطوات جيده جدا ناحيه النمو الاقتصادي ونمو الدوله بشكل كبير جدا، نصدقه، وجيراننا واصدقائنا يصدقوه بشكل كبير بالكلام اللي حضرتك بتقوله. بالظبط، بالفعل انت عايز تسمع، يعني احنا نشوف تقرير او نشوف التقرير الصادر من مؤسسات التمويل الدوليه، خبراء الاقتصاد العالميين، مش هنسمع كلام على الفيسبوك، مش هنسمع كلام على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني بيانات وارقام هي اللي بتقول. يمكن كان عندنا مشاكل بنحلها، انا مش بقول احنا احسن دوله في العالم، ولكن بقول احنا ماشيين على الطريق الصحيح، هتمشي على الخطوات مشينا عليها. يمكن الاصلاح الاقتصادي، برنامج الاصلاح الاقتصادي، انا قلت كذا مره انه صعب مر، وان خلاص يعني احنا ابتدينا يعني برنامج الاصلاح الاقتصادي في نهايته، وان شاء الله المستقبل احسن. دكتور كريم، شكرا لحضرتك ونورتنا، وبرضه تجيلنا تاني بعد اذن حضرتك ان شاء الله. انا اتشرفت بيك قبل كده لما كانت زياره الصين، والمره دي بنتكلم عن زياره روسيا، دولتين كبار جدا عظمتين، ومصر عندها علاقات جيده جدا زي ما حضرتك شرحت بكل دول العالم، وهتفضل كده باذن الله تعالى. يا رب ان شاء الله يبعد عننا بس الناس اللي غاويه مشاكل وعايزه الشر لبلدنا يعني. بالظبط. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك. حضراتكم، ده كان يومنا النهارده في برنامج صفحه جديده، امل، تفاؤل، ان شاء الله عمل وانجاز بشكل كبير لبلدنا مصر. ان شاء الله هنبقى للاحسن، ولكن الصبر على فكرة موجود في كل الأديان السماوية، إذا كانت التوراة، الإنجيل، القرآن، يعني كل الإسلام، كل الأديان بتتكلم عن الإنسان لازم يصبر، وربنا سبحانه وتعالى قال إنه لازم أصبر، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل مرة يقول لازم نصبر، العمل والصبر. تصبحوا على خير.